مشاهدينا مرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من اسأل نلتقي فيها بالصحفي مجدي سمعان وهو مراسل جريدة التلغراف للحديث حول حادث مقتل 7 مصريين أقباط في ليبيا والذي مر عليه أكثر من 3 أيام حتى الآن. وكان اتحاد شباب مسبيرو قد قال أنه الحادث الأول ولكنه لن يكون الأخير. قبل مشاهدينا دعوني أرحب بضيفي الصحفي مجدي سمعان. سيد مجدي بداية مرحبا بك معنا. أهلا أستاذة حياة. سيد مجدي، يعني ما هي التفاصيل التي لديك عن هذا الحادث؟ يعني التفاصيل كما ورد في وسائل الإعلام يعني أن 7 مصريين أقباط تم اختطافهم وإعدامهم بشكل يعني قاسي، ويعني هؤلاء تم إعدامهم على الهوية بسبب كونهم مسيحيين مصريين. بالطبع يعني الأحداث في ليبيا هذا ليس جديد على وضع مضطرب في ليبيا، لكن المثير للمخاوف أن هذا يحدث في بلد عربي مجاور بسبب يعني صراعات على الوضع داخل مصر. القوات المسلحة. نعم. سيد مجدي أنت تقول نعم. أنه الحادث في ليبيا يعني به استهداف، هل هو مبني على أساس أنهم مسيحيين، خاصة أن البعض قال أنه ربما يكونوا قد تم الشك أنهم يقومون بأشياء تبشيرية، أم أنه مبني على أساس أنهم فقط مصريين؟ يعني لا يمكن تأكيد أنهم كانوا يعني أن هذا هو سبب مقتلهم، لذلك لا يوجد تحقيقات في الحادث، وكل ما يقال حتى الآن هو يعني أخبار لم توثق ولا نستطيع الاعتماد عليها. ما نعرفه أن هذا ليس يعني هذه ليست المرة الأولى للأقباط في ليبيا ما يحدث هذا. العام الماضي تم اختطاف 4 أقباط، وتدخلت السفارة المصرية في ليبيا وفي النهاية تم الإفراج عنهم. لكن المفارقة أن ده حصل السنة اللي فاتت وقت وجود مرسي في الحكم أو وجود الإخوان المسلمين في الحكم. يعني دعني أقف عند النقطة التي قلتها أنه ليست هذه هي الحادثة الأولى. المشكلة أنها أيضا أنت قد سبقت ذلك بقولك لا توجد تفاصيل حتى الآن. هل من المعقول أن يكون هناك حادث مقتل 7 مصريين حتى هذه اللحظة ليست لدينا أي معلومات أو تفاصيل عن أسباب الحادث، أسباب مقتلهم، من القاتل، الإجراءات التي تم اتخاذها في ليبيا أو حتى في مصر على الأقل معرفة مزيد من المعلومات؟ ننتظر يعني مجهود السفارة المصرية في ليبيا، هي التي بإمكانها بالتعاون مع السلطات الليبية أن تجيب على هذا التساؤل. لكن يعني دعني أقول لك أن الوضع في ليبيا رئيس الوزراء نفسه تم اختطافه، فبالتالي يعني لم ننتظر المزيد، يعني لم نرجو الكثير من الحكومة الليبية التي بالكاد يعني أو لا تسيطر على الأوضاع في ليبيا. وهناك أن يختطف رئيس الوزراء الليبي في ليبيا هي قضية ليبية بينه وبين يعني شعبه ونخبه، مثلما كنا هنا في مصر تمت الإطاحة بالدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول وهو شأن داخلي لا يمكن لليبيا أن تتدخل فيه. ولكن أن يتم اختطاف وقتل 7 مصريين ويتم يعني أن يتم التعامل مع الأمر بهكذا فقط لا غير، السفير بدر عبد العاطي يقول أننا نتابع الشأن والكنيسة الأرثوذكسية هي من تقول أنها تدين ذلك الحادث ولا نسمع صوتا. ودعني أقول لك أنه وقت وجود محمد مرسي إن كان هذا الحادث قد وقع لم تكن الدنيا يعني تقوم ولن تقعد. يعني نحن في انتظار يعني من السابق لأوانه يعني الحكم على الإجراءات التي سوف يتخذها في إدانة، ودي ده الموقف الأولي من الأحداث، الكل إدان
سواء الحكومة الليبية نفسها أدانت، والأطراف هنا في مصر الكنيسة ومنظمات حقوقية وجماعات قبطية أدانت الحادث. هذا هو الرد الفعل الأولي، لكن ما سيحدث لاحقا من السابق لأوانه الحكم عليه. نحن ننتظر رد فعل الحكومة المصرية. هذا اختبار جديد لنقول للحكومة العسكرية التي تولي في الأمور عقب يعني إسقاط الرئيس محمد مرسي. يعني الأقباط عولوا أو راهنوا على هذه الحكومة، وهذا اختبار يعني اختبار سيكون علامة فارقة، ستحدد يعني ستحدد إلى حد كبير، يعني ستكون نقطة أو تطور في العلاقة ما بين الحكومة. دعني أكمل هذه النقطة. يعني فبالتالي إذا قامت الحكومة المصرية بما يعني بمجهود جاد للتحقيق في الأمر والتوصل إلى البناء وتحقيق العدالة في الأمر، هذا سيكون له انعكاس إيجابي على علاقتها أو علاقة النظام الحاكم الآن في مصر بالأخبار. أما إذا حدث تقصير أو تم علاج الأمر بعلاج سطحي كما تعودنا من الحكومة سواء في هذا الحادث أو في أحداث أخرى، فبالتالي هذه رسالة سلبية ستكون لها دلالات سلبية على يعني مستقبل العلاقة أو نعم. يعني سيد تصعيد مرسي دعني الأخبار في أنقل لك الصالح. أسئلة المشاهدين. أمل علي تقول لك: هل تكرار حوادث مقتل المصريين في الخارج دليل على ضعف السلطات المصرية؟ ودكتور عبد المجيد شريط يقول لك: هل إهمال الدولة في قضية مقتل المصريين يرجع لإهمالها قضية الإقباط، أم أن الحادث يتجاوز المسألة الطائفية في مصر؟ وسؤال أخير: كيف تقيم أداء السلطات المصرية مع قضية مقتل المصريين؟ أعود إليك. تمام. السؤال الأول عن ضعف الحكومة المصرية، يعني هذا صحيح. حينما يعني تكون يعني حينما تكون دولة قوية ولديها اقتصاد قوي، فبالتالي هذا ينعكس يعني سواء هذا الوضع في مصر أو في أي دولة. أنا أعمل بصحيفة بريطانية، وحينما يعني يمس بريطاني خارج حدود بريطانيا بسوء بأي أي أيا كان، الدولة كلها تتحرك، لا أبالغ، يعني الحكومة والسفارة في الدولة المعنية والإعلام يتحرك بشكل كأن هذه قضية كل مواطن بريطاني. هذا لأن بريطانيا دولة قوية واقتصاد قوي وموقف قوي سياسيا. أنت الآن تتحدثين على دولة زادت ضعفا، يعني هذا ليس جديد، هذا كان الوضع في خلال فترة حكم مبارك. كنا نرى نفس التعامل، تعامل الحكومة المصرية فيه شقين: شق تقصير من الحكومة أو من وزارة الخارجية في الاهتمام بالمواطن المصري خارج الحدود، لأن قيمة المواطن المصري نفسه داخل الحدود أصبحت يعني قليلة، فبالتالي لا يكون هناك اهتمام كبير حينما يتعرض المصريين لمشاكل خارج الحدود. الجزء الآخر من الأمر أن يعني أن مصر ضعفت كثيرا خلال العقود يعني منذ نعم. أن هل يعني إهمال منذ الحكومة الدولة العسكرية. قضية مقتل المصريين يرجع لإهمالها قضية الإقباط، أم أن الحادث يتجاوز المسألة الطائفية؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني من السابق لأوانه إن إحنا نقول إهمال، يعني إحنا شفنا رد فعل الحادث لم يمر عليه كثير من الوقت. نحن في انتظار الأيام المقبلة لنقول هل هناك إهمال أم لا. بداية اليوم تم نقل الجثامين الضحايا إلى قراهم في صعيد مصر بطائرة عسكرية، وهذه لافتة طيبة، لكن هذا يعني هذا ليس المطلوب. يعني المطلوب هو أن تتحرك، لأن هناك مصريين كثيرين في ليبيا سواء أقباط أو مسلمين، مصريين بشكل عام. احنا نحن لا نتعامل
مع القضية على أنها قضية أقباط ومسلمين، حينما يكون الأمر خارج حدود مصر. نعم، نحن خارج نتعامل حدود، معهم أنهم مصريين. نعم. نعم خارج حدود مصر، يعني من الواضح للعيان أن العلاقات المصرية بالخارج سواء في ليبيا أو إثيوبيا أو السودان أو أي من الدول هو أمر بشكل ما متوتر، وهناك إشكالية في إدارة الملف الخارجي. كيف تعلق على ذلك وأنت صحفي لدى جريدة بريطانية وتتابع الشأن داخليا وخارجيا؟ نعم، يعني عبر التاريخ كان يعني حينما تضعف الدولة المركزية في مصر، كان يعني الأطراف يعني ينعكس هذا على الأطراف على الحدود، سواء الشرقية أو الغربية أو الجنوبية. نحن الآن يعني في فترة من الفترات الدولة فيها في مصر ضعفت بشكل كبير. أنت لديك يعني الدولة لا تسيطر حتى يعني حتى على الأطراف داخليا في مصر، مش هنتكلم عن يعني الحدود الخارجية، على سبيل المثال سيناء، الحدود الغربية هناك مشاكل مع البدو، الحدود الجنوبية هناك مشاكل في حلايب وشلاتين، وفي ويعني هناك مشاكل حتى في سيطرة الحكومة ذاتها على بعض المناطق في مصر. الحكومة المركزية في مصر ضعفت إلى حد كبير، وهذا يهدد بمخاطر أكبر في يعني في السلبيات تظهر في على في المناطق البعيدة. فنحن الآن نواجه يعني أزمة تظهر يعني تظهر بوادر لها أو ظواهر لها بسيطة، لكن إذا جمعنا ده كله أو إذا جمعنا هذه الأحداث نعم، المتفرقة تكون لدينا صورة سيئة أو صورة قاتمة عن المستقبل يعني ننظر. نعم سيد مجدي سمعان، أعتذر منك لضيق الوقت، يعني أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، لكم تحياتي أنا حياة اليماني، الجزيرة مباشر مصر، وإلى اللقاء.